حتى مهما يكون تشوفك عيني ده كفاية يا غلا حب جوايا وحتحدى بواك انت وحسكت على والمجنون بحبك والله يا سمرة حبيبة قلبي يا مرة بحبك والله ولا ناوي أسيبك حتى مهما يكون تشوفك عيني ده كفاية يا غلا حب جوايا وحتحدى بواك انت وحسكت على والمجنون. نحط لكم شويه فن. بونسوار تو الموند، مرحبا بكم الناس الكل، جو فوزيم. يا وذني لازم ديما توتير الاعصاب دوما نبدا اللايف، ما انا حلفت مانيش باش نوتر اعصابي. قلقوش رواحكم، تتقلقوش ما تتقلقوش، هيا عاد مش انا عملت مشطه زعما في بالي. انت تو باش تولي لي بالرسمي ماشطة عادي مش نورمال، نسيبك ونخليك حي صحي، كل شيء يمشي بالقوة، حتى الشعر تكش عليه يمشي معاك في الخط، كان جيتو بالسيسرا ولا لي الشعر يحسب روحو بالرسمي شعر كان مش فهمت ولا الزيوت اللي نعملك فيها والحنن والواحد ونشيلك في البرودويات الغاليين راك تعيف، حتى انت شمن ساقط شعري ساقط، خليها العبيد. بحبك والله. لا اللي عملت لكم الكيفتوك الفيتوكس عمركم ما تنجموا تحاولوا توتروا لي اعصابي. طب سي فيني الوغ بونسوار محلى زينك تي عينيك الحلوينه. لا عاد انا عملتك سافازر عيني مش عيني من الرينج لايت، انا دوب نحل اللايف تصير لي مشاكل تاع الدنيا الكل. بحبك والله يا سمره سي بون عاد عاودتها سبع مرات سكر فمك سمر يعجبك شي تاب تا كول الزر ليلي عملت لك الفيتوكس نو واي طاهر باش تموت باش تموت ليلي باش تموت والله لا ما تموت والله لا ما نقتلك زبال الخريف. انا قد ما نخسر على شعري وجهي نبدا عامله جو. انا مش نورمال مخك يقف كل فرنك حطيته في بدني في شعري في فمي في حلاق هي حاجه بركه قعدت مقلقتني في حياتي وما نجمتش اتجاوزها. كل شيء غلبته ولا الدخان غلبني غلبني خاطر نحبه وانا ديما اللي نحبه يغلبني. شفتوا مولا يا جماعه كل حاجه تحبوها تخرجكم في كيفكم جماد او حيوان او انسان راه حتى حيوان تبدا تحبه ولا يخرام يسخون عادي يحب يلعب معاك ونهار طول هو يهبهب مش عاجبه ولا يمعوق ومش عاجبه كان جيت انت تضرب فيه بالمشط الحيوان راه مياو مياو الكلب راه وانت تجي دوك يشرب يسقي غير خاطر ديما تعطي فيه في الصبر تبدا توكل فيه بالكدا وتحنن عليه وواحد يبدا يتزبر عليك يعملك هكا حتى شعرك حتى بدنك حتى روحك تولي معش عينه باش تطفيه تحكر دينوم ويولي عاطي ما عنده ابن الكلب. الو غوش كي بوش هكاك زعما فازيت واحد ماكم انتم ما قلتولي محلاه سمره لوكي جا نحلو لايف نشويك في عمرك انا عمرك نشويك فيه ما نلعبش انا نقتل طول نقتل مش نرماه ما نرحمش هولاكو تاع ذبان انا هولاكو الذبان يا ولاد القحبه قداش نكرهكم الذباب اليتيم تاع وذني موش تبع الحيوان وجمعيه الرفق بالحيوان تبع تعذيب البشر ما يحبوش الرجلاله تيش معاهم جمله بس يا خويا الرجله الرجله لا الوغ وي والله كلمك صحيح والله كل شيء تبدا تحبو واخر لك في كيف كيغلبك يزمك ما تحبوش وتلف واللي مش نورمال يجري في حظوظك كل راهو حيوان بشر جماد كل شيء تعمل ريجيم تخسر دم قلبك تسمن في عود تضعف تاكلو ما على بالكش تضعف لي انتي منين يشعلوك يا شو اسمك اي فوالا لي انا عندي نهارين تشارجي فيك تحكي بالرسمي اي فوالا رد بالك تلعب معايا اللعب المزمر ما نرحمش نضربك طول على الحيط نحب نعمل فاو اش معناتها فاو صاحبتي ما فهمتش شنو هي الفاو زي فاو فاو باو فهمت بديت تخدم فيش مثلا نخدم ما فهمتكش بعقل ما فهمتكش سمارة بونجور دو فرانس سالو سافا شنو حوايج لاباس مرحبا بك في وسطنا فما قراية دومان ما نعرفش ما عنديش فكرة انا عندي برشا ملي كملت القراية ما نعرفش
سمارة لبستك تفتق هكا حتى لكم عاد في الاستوغين يعني خديتها من عند شوبينغ دولوكسي نطلت بالكم رشوقتوا في اخر لايف نو واي راني كذا فما حاجه يلزمك تكتب سالتوا عليها برشا فختوا عليها قلبي مثلا برشا مرات نكتب لكم حتى هذه من عند شوبينغ دولوكس وعندها البغسلي نتاعها اللي كان ناحيه خاطر ثقيله كيما الوحده زيد هكا عجبتكم حسيت خاطر كيما سمارة منين البراسلي منين شريت البراسلي والشاكه هذه من عند شوبينغ دولوكس هي بيدها معناتها نفس اللي عندها الحوايج عندها الساك الدو هذيك وكل شيء موجود في الستوري بربي ما نتش نحب نقعد نعاود بحبك والله اسمعني فك علينا من المشطتين سايب شعري وكهوة وانا كيما الانسة حنين سمارة يا عسل ربي يحفظك عايشة الو ورينا واش راكي لابسة تهبلي موجود اختي في الستوري واش راني لابسة موجود حطيت اول ما قمت وريتكم اللي لابسته احكينا على رجل الحمصة ولا الفراجل ما عنديش نحكي عليهم شليكا نواغ منين شليكا شنو خديتها من نعرفش منين البنيه اخزرولي انا 24 قاعده نشري معناتها كولابوراسيون ونشري بفلوسي اكثر من اللي نعمل كولابوراسيون وشي مكدس معناها وانا ديما نشري ديما في حاله شراء نتاع دبش عندي ضعف كبير قدام حاجه راها تعجبني وجبش ما نشريهاش نمر كريمه غدوه عندي تصوير والروبه اللي كنت مخطه باش نلبسها مش باش تخلط فمصبيح باش نبدا ندور بربي كان تعرفوا اون بون ادريس غدوه باش نقوم حكيت العشاء نتاع الصباح نمشي نشري نتاع غوب تبدا هكا ديكول بوفانتوش ودوني معناتها مش دوني بنات نحب اللي يدير مغطين لكن الكول باتو هكا محلول خاطر انا رقبتي مش طويله برشا باش نمشي نحب معناتها الكول يظهر ديكولتي نتاعي يظهر وتبدا محزوقه وطويله مش حتى للكعب ما يسالش حتى للكعب ولا تحت الركبه الميني والميكرو انبسوش نلبس يا تحت الركبه يا طويل هكا انا نحس روحي بدني خير مش على العريو والكراري على المواتيه نحس روحي اليس في ربع ياسر قصيره ما تعجبنيش غدوه نقراو اي ولا سحب ولا سحب مخك صموره الشيخ على لايفيتك مرحبا بربي يقراو غدوه الشيخ طاولي من هالسؤال نتاع وذني هذا اختراو في تلميذ انا في المكتب ما نعرفش اي تصوير فين التصوير باش نمشي نصور على فيديو نتاع لونسمون نتاع توج دور ياسر حلو باش نعملوه نتاع الجام تاع لونتي شوت هذيك وباش نعملو فيديو بروفيسيونيل اليوم اسنات وش دور باش تخدم ياسر على الايماج وباش تخدم ياسر على الكاليتي ديماج وباش تخدم ياسر على اللومبالاج وباش تخدم ياسر على الماركتينغ ديجيتال معناتها على الصوره باش تحسن الصوره ياسر والجرافيك حتى نتاع البروفيل كان تدخل تليح تلقاو لي ديرنيير بوبليكاسيون ازين برشا واللونسمون تاع لونتي شوت اللي بطابطة على خاطر كيما قلت لكم لي زيتيكيت لومبالاج اي بوي التصوير مثلا غدوه باش نصور هذاك علاش انا حبيت نعمل لكم لونسمون بالفيديو كي مش باش نخلط رقيت البنت هاوس عملت نسيم بن صالح عامله لك اكسبو هي في اوتيل بنت هاوس في حي النصر ديجا هو بحذا بوتيك توج دور اللي موجود في حي النصر انا باش نمشي بطبيعتي طونك وحده معناتها امباسادريس دو لا مارك راه وين تمشي توج دور باش تلقاوني معاها فانا قلت لهاش قولك نعملوا لونسمون مع بعضنا انت سيانتيفيكمون تفسر مش نورمال وانا عربيكمون نفسر مش نورمال ونتلموا زوج مع بعضنا في السطون ونقعدوا باش نمشي انا الايامات الجايه لكن نهار السبت سيغمون باش تلقاوني ما بين الاربعه ولا ما الثلاثه حتى للسته موجوده غادي كسيغمون ساعه ولا ساعتين ماكسيموم نعمل فيها لونسمون تاع البرودوي نحب نفسر لكم بالكدا نحب نحكي لكم عليه بالكدا نحب نحكي لكم شو وسطو بالكدا المود ديتيليزاسيون راه هو اونتي شوت لكنه اكثر منه اونتي شوت 30% ولا 40% اونتي شوت ولا اكثريه الواحد هو ينبت شعر في البلايص ما فماش جابت المنتج الاساسي في لونتي شوت اللي عملته 6 شهور تعمل عليه في الريشيرش وماخذ الكيلو نتاعو غالي بالكدا بالكدا فهي متاكده من النتيجه وانا زاده متاكده من النتيجه انا عندي تو شهر ونص عندي البرودوي في بالي باش نجربو 10 ايام ضرب شهر ونص نعرف عامل عليكم روتار لكن روتو عندي حتى ذنب راهم لي كولابوغاتور هما اللي ياسر يبطاو في الباكاجينغ نقول لهم في وجوههم وكهو معناتها فغدوة باش نمشي ولا بعد غدوة عاد غدوة نصورو فيديو بعد غدوة نتقابلو في البنت هاوس انا وياكم نحكيو على لونتي شوت ونحكيو شويه على لونتي شوت ونقعدو مع بعضنا برشا من الاخر وان شاء الله نهار الثلاثاء ونهار الاربعاء نهبطو الفيديو هذاك اللي حضر باش نعملو عليه كونكور باش نعطيو دي كادو حلوين برشا كاو سي تو ما نعرفهمش شنو هو لي كادو كان جيت نعرفهم راني قلت لكم بالحق مازلت ما نعرفهمش شنو هو سيريوزمون اليوم كلمت ساره قالت لي راهي توا ساره في البنت هاوس قاعده تحط في الستون تاعها المعذبون فوق الارض تنصب في اللوح كيفاش تنجح بلاك باك ليتر شنو كيفاش تنجح باك ليتر ما فهمتش فما طريقه ينجحوا بها العباد مولي يقرا ينجح ما فهمتوش الاسئله نتاعها ما فهمتش السؤال زيد فسرولي والله مخضر ما يا امي وي مخضر ما يلف مليار حاجه يا سمور يا غالي انا توا جيت مرحبا انا جيت نورت البيت اسمها ند ناتوريل كولوراسيون فور هير it's is it possible into yes ثم النواغ موجود عندها وتوا قاعده تخدم على النواغ الغامق برشا البلوتي
لكن بش اسمه بك اللي تحبوه انتوما ذاك بربي كتبوه لي ذاك كل اللي وحده يغمق يكحل الشعر خدينا تغير من الهند و... اللي يعرفوا يقوله لي يحضر البرودوي ذاك يوصل البرودوي ذاك تخلط الحال اللون ذاك الكحل اللي عطي على الكحل اللي عطي على الازرق كلك حل ذاك الوغ تمشي وانت صغار ولا كيفاه هو انا راني مش كبيره كيما تتصوروا نتوما ديما خاطر تراو نور بنتي وان بلوس الكاميرا تراو ليك الكاميرا يصير تزيدني في الوزنين ياسر انا ديما نزيد 10 كيلو ورا الكاميرا كاميرا تلفزه نحسها تزيدني 20 كيلو نحس وجهي منفوخ ولا لا نحس وجهي وانا وجهي قد هكا في الدنيا اون بلوس مانيش طويله برشا متر و64 ولا متر و65 نسيت بالضبط قد ايه وما ظريفه راني مانيش كبيره ياسر لكن كي تراني في الكاميرا نظهر لك كبيره اون بلوس كي تراو بنتي ديما تتصوروا لي انا كبيره نعرف كل وان بوسيبل يا اخي وقتاش عرس وقتاش جبتها وش بها طويله كنت تي فرخه صغيره عمرها 13 سنه هذيك وانا 33 ديما نقولوا عمري ما عنديش معاهم مشكله ف 33 ماشي مش تلقاني عزوزه ما مش مازلت صغيره سينو نوت راسا خاطر ليا بروحي ما شفتنيش 24 ساعه وانا لينجيكو يعطيك الصحه عايشك يا نور لينجيكو بارك الله فيك برا يسترك برا يسترك دنيا واخره ماكم تعرفوا لينجيكو تعرفوا وباش تاخذوا من احسن انواع لينجيكو معناها باش تاخذ الاكسبيزيفيتي نتاعو في تونس احسن نوع نتاع انديغو سيغتي فيه باش تلقاوه عندها ثم راهو الانديغو المغشوش والانديغو المضروب مكدس في تونس باش تخدم بيه كافر يا تخدم حاجه بيه يقعد رايف نبيعو فيه مش ماهوش حاجه عمله نادره هو اما هي تعطيني الانديغو الصحيح الانديغو الصحيح مش اللي يجي يجيبو انا قاعدين نسلم في سلعه صحيحه تعملوا هكا من بعيد ولا عندك رقعه كحله في وجهك اه وي شويه صبر البنات الحاجه بيه يحب لها الصبر انا بيدي والله ماذا بيا كل شيء نصير بعض ونرتاح انتوا تعرفوا كي بدا عندي لونسمون دو برودوي من القدش قبل قبل بقيت 40 دقل تولي عندي البالبيتاسيون اون بلوس انا ما عندي لي كريز دو بانيك نبدا ما نرقدش بالكدا ما نقومش بالكدا جوست خاطر قاني عندي اربع خمسه مخرين لونسمون تاع برودوي هكا نبدا نرعش ما بين نحب نفهمكم وما بين نحب نوصل لكم التجربه نتاعي وما بين لازم البرودوي ينجح وما بين الكولابوراتور اللي يبدا يعس عليك وما بين انتوما يلزم تبداو مقتنعين بالحاجه اللي تاخذوا فيها سي با سي فاسيل راهو البنات ها ماهيش حاجه سهله انك انت تبيع حاجه حاجه صعيبه برشا وشربتو في وقتنا طول العباد ما عادش تصدق حد شيء وعندهم الحق ما عندهم الحق عندكم الحق انا بيكي مانيش نلوم عليكم في هذا وانت تمشي باهي 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 بس تحشي فيه اول كلمه نقولوها وعندكم الحق وعندكم الف حق اه يا ميمتي الوغ ها صابرين ما شاء الله عليك عايش اختي ربي فضلك عيشك شنو نعمل صاحبي خاني ومازلت ما قتلوش لي انا في بالي عليه ما قتلوش انت في بالك خاطرك ما تحبش تبعد شو انا نعطيك نصيحه من غير ما نكمل نسمع الحكايه بالنسبه انك انت ترجع له وما ترجعلوش هو راهو صحيح باين والغلط باين الحلال باين والحرام باين مش انت طفله صغيره باش نجي انا نقول لك راهو نورمال ما تبعثو اذا انت ما تنجمش تبعثو والظاهر انك ما نجمش تبعثو خاطر ما قتلوش انا ننصحك سكري فمك خاطر لجوغ اللي تحب تتكلم وتلعبها هكايا راهو يلزمك تبعد اما تشلق بيه وتقول راني شلقت بيك وتزيد تقعد اسمه رخصه باش يا شمره جاي يجيب امك البيت النومي يبدا يرقص فيها فلذلك احترم نفسك ما احترم قراراتك ويحترم قراراتك عادش بيه ما تحبش تبعد انت حره حد ما يدخل في حياتك رخيصه مش رخيصه لروحك فهمت حاجه تخصك تو تون فو دي جون لكن اسيوم سكو تو في معناتها على الاقل تكون عندك كرامه قدامه هو مش لازم حتى قدام روحك كرامتك كي ترجع له مع روحك تفرق ما عندكش كرامه هذيك مش لازم زوز يتفقوا فيه اما انت حره ما عندكش كرامه يبوي يخراو لك فيه ما عندكش كرامه شي مشكل اما ما تقولوش انا ننصحك باغ اكسبيريونس ما تقولش يا تقعد وتسكت يا تمشي ومعاش ترجع اما نقول لك هاك تخون فيا ومن بعد نهز عليك خشمي جمعة تشيل ومن بعد انت تكلمني نذوب ونبدا وتزيدوا تغزلوا اكثر كي يبداو مصوحوا تولي تحبوا تفكوه يا ذليل العله يا علل الذله والله تعبتوني قديش ما كنتش عامله قيمه لروحك عندك فكره تدور في اللان كونسيونس نتاعك ركبوها لك البنات وركبتها لك امك وركبتها لك مماتك وركبتها لك خالتك وركبتها لك جارتك ما عادش تلقى رجال ما عادش فما رجال مكدسينك البطاطا وقت اللي انت يبدا في عقلك الباطل مكبشه فيه فيك 70% تصرخ ما عادش نلقى كيف ماكش باش تلقى غيره واصلا ما يغزر لك كان هو وبطبيعتك بعده باش تبور ويضربك السور صدقني معناتها اما وقت اللي تبدا بينك وبين روحك مقتنعه اللي يمشي هو يجي غيره كنت انت تعرف روحك فحله وتستاهل وفحله وتقد روحك وتشوفو ميو كو سا وانت تستحق خير من هكاك
وانت باهي وانت طفله محليه وانت طفله رجله وانت طفله بنت عائله وانت طفله حربيه. وقت تقول يد تو يجي غير اللي بعده سبابا اللي بعد اللي بعد اللي بعد فما حتى مش ماكش طبع شوكولاته باش تذوب انت عبد تقعد ديما واقف. وقتها تو تولي مع شيء ما تقولوا خلطي بارا نايك تتعدل اللي بعده وهما 90% باش يخونوا وخيرك ما تشنقشوا كاع. انا هذا اللي لاحظته نعرف 90% يخونوا تي هذا هذا لا ما صدقش عملت لك الديتوكس اجيل ورا اجيل قتلني انا الديتوكس ما قلتلكش انت شنو الزبيل المسكلي هذا في بلاصتك نبعد سنوات تستنى مازلتي صغيره اقرا على روحك. سمارة بقديش اللي لبست محلاه هذه والله انا نعرف راني اون كولابوراسيون مع شوبينغ دولوكس والله انا نعرف لاسوي ها مش كان جيت نعرف راني كتبته من اللوطه والله انا نعرف. فما عمر في الارتباط ما عم انا الحكايه دائما منش بها الانسان وقت يحس روحه جاهز ينجم يرتبط لكن في وقتنا تو خاطر الدنيا صعابه انك تكون جاهز ماديا يكون اذكى منك ضرب ذكاء منك انك تكون انسان جاهز ماديا لمقاومه مصاعب الحياه ورتابه الحياه الزوجيه والحفاظ على استقرار العائله وتوفير العيشه الافضل لصغارك واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب خاطر تبدا فينانسيرمون قوي باش تاخذ قرار صحيح معناتها تبدا تفكيرك اصح تبداش تفكيرك تحت الفقر وتحت الفاقه وتحت الواحد اللي خلف في كرش ويقول لك نخرج الجوع ما عادش تاخذ قرار وقت تحت قرارات تكون مش صائبه. ضرب الذكاء منك انك انت تكون فينانسيرمون قاده روحك والا داركم لاباس عليهم معناتها ربي يفضلهم لك زاد حتى ذيك راهو فينانسيرمون قويه ومن بعد تشوف تونجاجي صغيره كبيره اون سون فو دو سا فهمت حاجه تخصك هذيك حسيت قلبك دق ولقيت الانسان المناسب هو قلبه دق ولقى المراه المناسبه حسيت روحك لازمك تكون مرته كون مرته كا هذا هو الرجل اكثر واكثرين الرجل انا نحسه ما عندوش الحق يحب اصلا اذا مش حاضر فينانسيرمون خاطر العمد عليه والدار واقف عليه كا خاطر راجل الدار مش استنقاص فيه باش كيحب ما يتجرحش باش كيختار ياخذ كا باش ما تجرحو حتى امراه خاطر حساس الراجل في الامور هذه يحس استنقاص من رجولته كي تقولوا ما عندكش فلوس فكون حاضر ماديا ومن بعد خويا يحب اللي تحب اللي يخونك ما يستهلكش اي فرصه ابعثه اي وي كلام حفظناه هذا لكن اعطينا كلام الخيانه تساوي ما يستاهل نعم كيما بطاطا مقليه فهمت شنو شوكولاته حلوه هكاك الكلام هذا نعرفوه معناتها كلنا قديش توزن سمره والله انا نعرف اما في 70 كيلو سمنت البريود اللي فات وصلت حتى 73 كيلو ما نظهرش هكاو خاطر كرشي داخله اما مثلا ترمتي تكبر ياسر فخاضي يسمن زنودي تسمن وجهي يسمن من هنا اي سمنت البريود اللي فات صحيح واني قاعده بعثوا لي ان باك دامانسيسمون فيه واحد بغول دو غريس راني قاعده نشرب فيه وعملوا وكريم بون امانسيسانت لديزون معينين معناتها الكريم امانسيسانت ما تصورش لواحد سنين راه هذيك باش تعاون يبدا واحد زايد شويه تعاون وي اما سنين برشا لا سنين برشا يمشي معاك العمليات ولا الريجيمات القويه والسبور وكل نتاع واحد زايد كيلويت ثلاثة أربعة خمسة ماكس مش أكثر ولا والله البغول دو غريس مش خايب ومعاه تايا ونشرب فيها كل اللي نشرب فيه يعني نجرب البنات ما ريت تغير صغير مش حاجه كبيره ومازلت نكمل عندي جمعه نزيد جمعه نزيدو جمعه ديرموكسين شريته ما عجبنيش ماهوش ووه كيفاش ما عجبكش فسر لي باش نجاوبك خانك خونيه ولا يستاهل ها ولا يستاهل راه واش نقول لكم حاجه بعد بعض لي سيكونس اللي قاعدين نشوفو فيهم سيغ تيك توك ولا على الفيسبوك راه تلقاو جمله في موضوع طويل عريض فهمت شنو وقت اللي ترى الجمله برك تخسيني انا قلت هكاك لا لو كان تشوفها في الكونسيبت اللي قلت الجمله هذيك تفهم لي يا تفادليك يا مقعيره يا تنرفيزه لكن هما جوست يعطيو الحاجه اللي تعمل لهم البوز ماهمش يقعدوا يوسعوا في بالهم معايا ويحطوا هما ما يحبوش يخرجوني في تصويره كيما يلزمني نخرج لا هما عطيهم يستثمروا الحاجات اللي يقولوا منها الاستثمار الديني نتاعهم هما فهمت ما يهموش ما تعطيه كبر بروفيله في التيك توك اسمي بيع فهمت كاو سيتو ما يهموش كيف يخرجني وانا وليت ما يهمنيش اكثر كيفاش نخرج هكاك ولينا متساويين في الاحساس لكن لا تخون ولا تكسر راسك مع ابعث صاحبك ولا تخون ولا يخونك اقوى جواب انك انت تكيت كانك بالحق كيما نعرف انا مش عارف انصحني بحاجه تسمن عايش زين والله عمري في حياتي ما حاولت نسمن انا طول عمري نحاول نضعف ما نعرفش كان جيت نعرف نقول لخت عايش وخايتي ان شاء الله عايشك
فهمت بالحق ما نعمل مانيش الخيانة حرام. هي كان الخيانة حرام برش حاجة أخرى حرام. سمارة أنا شخص يحلم بحياته كل يوم، نعرف كل يوم شيء اللي باش يسيلي واللي صار عارفته من عمري 16 كل شيء، بربي تحلمش بي أنا شيء باش يسيلي كل شيء. سمارة تعرفوا حتى مشاعر العبيد اتجاهي، نعرف اللي يغيب يغيب علاش عرفت ظهر لي كل شيء، والله شيء يقلقني. ربي معاك مخيبة الإنسان يحس بكل شيء ويحلم بكل شيء ويعرف كل شيء، كيما محلاها كيما مخيبة. ثم غشاء بينا وبين عالم المستقبل وربي يعرف علاش حطوا الغشاء هذاك، فلا فايدة في كشف المستور. كهو سمرة وين الباك متاع الحبوب؟ تحب نحكي لكم الباك متاع الحبوب؟ لزيتي كيف مازالوا ما حضروش، صدقني حاول تصدقني مازالوا ما حضروش، حتى اللي عملوا تيست بعثوا لي اللي مفدوا معناه. ورينا بلاستك محلاها كوجينا، واش هي بلاستك كوجي؟ الزير وعنتجر الزرير وعنتجر، في برشا سكر تحب الطفله يطلع لها السكر، تجي تسمن يضرب هذه السكر وقعد ضعيفه وسليمه بنيتك شنو سكر، نوع من انواع الكونسير. رجل العذراء مريض ما نعرفش. سموره كيفاش تتصرف في سن المراهقه؟ خاطر انا المراهقه حكيت عليه برشا عشان نحكي عليه، مانيش علامه انا في سن المراهقه، لكن نوعدكم مادام موضوع يسر انتريسون والله ما نشوف انسان كونيسور في الحكايه هذه ونحاول نتصل به يتقابلنا وياه يا يحكي لنا في الموضوع هذا ونبارتاجي لكم الفيديو. لكن انتم نعرفكم تحبوا المعلومه كان كنقولها انا حاجه ما نفهمش ما نقولهاش، كي انا نفهم ونقول تطلعوا فيه الابداع، مش راني على بالي بالعباد، ما نحبش نقول لك حاجه ما نفهمش فيها، اللي نفهمه في المراهقه راني قلت اخطر عمر ينجم يمر به هو العمر اللي حدد المستقبل نتاعك، واكثر حاجه نحب نقولها لك في عمر المراهقه الزبين ولا معش يموت بالديبتوكس. اعرف شكون تصاحب، صاحبك هو مستقبلك، اللي تصاحبهم في فتره المراهقه هما اللي باش يحددوا حياتك، فحاول تصاحب عباد باهيين، تصاحب ليش عباد هم مالوا يرسعوا من القرايه وكيف الزطله تبدا عمرها ما نعرفش قداش وهي تعرف تحت سليب الراجل شفمها اكثر من همي. الشيء هذاك انا ما نفعهم بهيمة بهما كي نمي انا كنت ما فهمتش كيفاش عرفت الشيء هذاك الكل. امي وقبيل كان نحكي انا قالت لي بنيتي انت كنت بهلوله كريمون بهلوله هكا. انا ما ننصحكم شو هكاك وواحد ما توفقش ياسر في حياته كما هو حب ولا كما هو، والحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. تبقينا انا الحاجه اللي خرجت بها في حياتك اصدقائك في فتره المراهقه هما اللي حدوا مستقبلك. اختار عبيد باهي. ما قلتلكش اختار عبيد ماستي، نعرف المراهق يكره المساطة، لكن اختار انسان على الاقل حلوف وقرر ما تقعدش معاه وين يجي، ما تدخلش للديار نتاع عبيد ما تعرفهاش، ما تخرجش في الليل مع عبيد ما تعرفهمش. ايه ما تقولش مازلت صغير، تي نعم مازلت صغير، انا خافت او كي نخرج نقول يختصبوني يعملوا لي، وانت ما تخافش هاني مرا بمخي نعرف نسلك. تي صغير قد ما ترى روحك كبرت ما كبر فيك شيء كان جهازك التناسلي، فما حد شيء كبر فيك المراهق، لس عقل طفل ديما نقول عقول الاطفال باسياد راشده، معناتها البدن نتاع المراه والمخ نتاع الطفل، وترى في البدن وناسيه المخ ما عندكش وعي، مش على خاطرك بهيمه ولا صغيره، على خاطر مازلت ما عرفتش مازلت الحياه ما وراتكش، وبالعمر نقصبوا الخبره راه مش هكاك، عمرك شريت رئيس عمره 20 سنه، الرئيس يجي عمره من 50 وانت طالع، مش على خاطر وقتها الانسان يبدا عنده تجربه كامله ويبدا النضج نتاعو كامل. مش هو عمره 20 سنه مازال يفرفض. سموره السلفه المغيره والحسوديه شنو دواها؟ معناتها تنيك. تقعد انت شنو دواها ومركزه حياتك معاها وتضيع في احلى ايام شبابك واحلى ايام فتره حياتك واكثر فتره باش تعيشها شويه اللي هي الشباب وصغرك ولحمك المكبوس وشفايفك وصدرك الواقف وبدنك اللي يقتل وشعرك اللي يسبسب وتقعد تغزلي على سلفتك ناقصه سكسي حياتها بري صمري. كان جا راجلها مكفيها راهي مش عبدتك، اما تلقى راجلها يخليها في الليل تعبدك انت في النهار، ماني نعرفهم ما كنسي المال بيزي ذوكم، تبدا مال بيزي تبدا ترعش على ربنا من الصبح لليل، وهي ترعش على ربنا في ستوريات في اللايفي هكا تبدا، خاطرها مال بيزي، باري يمشي شوفي واحد يركك وفك على وذني، تشد نحسن فينا العقد النفسيه نتاعها الكل، يا هي اللي معاوده، هي اللي تخش في الكريم زيت، يا قحبه، يا تي برا امشي، تي ماك مال بيزي ما لقيتش في حل كيما نعرف انا يشد يفرك لك عظامك يهدك. جايلنا نحنا يهدك ربي هديت لنا قلوبنا، سايب المراه خليها شيخه مع راجلها، شدوا نرطلوا ويعسوا، فاش قاعده تعمل؟ نقص كان بالتباشير باش تبدا ترشم لك، ان دو تروا، ربي تلهيب بالجحش اللي عندك، هموم جاب، اشكوا نسيكم شويه، شدوا نسيكم، شي رجالي ما عادش تحكم هذي، شي رجال هذي اللي ما عادش حاره، تينا تراو فيها فرص صاحبي كان يكحل كهرباء هكا تو نموت، شي رجال اللي مسايبه هذي، كبس عليا قول عليها شنو نساوي لي، شي المراه تكلمها تمشي تشكي بيه. تحكي معاني مشي نشكي لك بري يشكي تطخري لي فيه شنو الهم هذا
طحنتوا الرجال ياسر، عطيهم شوية حقوق. أنا راني مانيش ياسر مع حقوق المرأة، كلها حقوق متاع مرأة في تونس، الرجل ما عنده حتى حق. نعاني المساواة المساواة المساواة، مالك كتاب دي عندك كتاب طلقية تزاد تفعي النفقة. المساواة المساواة كان فيه هات هات، ما فهمش مساواة. انت تصرف، انت تعطي، انت تعمل، انت تصرف على الولاد، انت تعطي من حد سكن، وانت مش بيكي ما تعطيش هكي تخدمي. ليه انا مرأة ورجل؟ يا راجل عطي حقوقه مش يكمل الرجل متاعه. اخي تحبوا رجال بدون حقوق وتحبوهم رجال؟ تو تجي الراجل تكسر الرجل متاعه، ممكن يقعد يخزر خايف منك 24 ساعة. كان كلمة تشكي بي، كان تشكي بي تشكي بي، والقانون جيبها معاك خاطرك امرأة. لا لا، ثم لازم تعجيل في الحكاية دي. الحق حق، انا ما يهمنيش على قطع رقبتي، تحبوا تكرهوني اكرهوني، انا ما عندي مشكله مع حتى حد، لا مع امراه لا مع راجل لا مع حيوان لا مع نبات لا مع مثلي لا مع لزبيان لا مع طويل لا مع قصير لا مع اكحل لا مع ابيض، كلها سواسية عندي. هذيك رأيي الخاصه، نحب هذا اكثر من هذا، هذيك اموري نحتفظ بها لنفسي. لكن انه واحد يشد الراجل يبدا يكسر له في الرجل نتاعو، اقسم اقسم اقسم، القانون قاسي عليه برشا. بعد تقولوا واش بيك ما تحكمش، مش وحق هو جاي يتكلم وانتم تحطوه في الحبس، مش باش يعرف. وانتم اقعدوا علينا نساوين فرعنا علينا. مالبيزي، بالطبيعه مالبيزي، على خاطر مش حس روحو ياسر هكا رجلة، مش ياسر عاطينو حقوق، حس روحو منكوب مسكين هك، ميزي البطاله والفقر، والفقر والبطاله، ونساوين عينين محلوله وترموز عقل وتحبوه يحكم، ما عنده فيش يحكم مسكين. بلا هو كي يعمل سيجار ويرقد راهو بوه باي. يحكم ما عنده فيش يحكم مسكين، عندوش فلوس وتحبوه يحكم، يحكم كان في ترمده مش عنده يحكم. زيد تمشي تكلم نشكي بك على النفقه، نشكي بك على النفقه، شكون حد ساكتش على النفقه هكا؟ يرعشوا منكم رجال من النفقه هكا 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 يتقبل يا خويا. شوفوا لنا حل في النفقه، خلي نساوين تعرس. بربي نداء من عندي انا، راهو الرجال واليوم عاقدين من العرس على خاطر يقول لك تشكي بيع نفقه دخلني الحبس. نعم اتفاقيه خويا، انت تاخذ امراه انفق عليها. زاد هذه الحكايه منتشره على الاخر، انا نعرف تو باش تاخذوا لي سيكونس اللي قبل، وعمركم ما كنتوش تنشروا لي سيكونس اللي فيهم الكلام هذا تو باش نقولوا، خاطر الاخرين يضحكوا هذوما سيريو. انتم عمركم ما تحبوا تكونوا سيريو، تحبوا ديما تضحكوا على حالكم اللي يشبه للكذب، اللي يسخف اللي يبكي. لا لا، تسيبوا حالكم اللي يبكي وتقعدوا تضحكوا عليا انا. كان مشيتوا تريتوا برواحكم وعدلتوا حياتكم يكون خير لكم، راكم فرحانين وراكم مرتاحين وراكم تقبلتوني انا وغيري. شوفوا يا جماعه، القانون اللي ياسر جاي مع المراه خلى الرجال تخاف من العرس، وشي هذا زاد في نسبه العنوسه في تونس. نكذب؟ اه نكذب عليكم. اش خلى بعض النساء معذورات، وما عندي حتى حاجه ضدهم، انهم خرجوا يناديو شبيك يا بنتي راك غلطه، لا ما غلطه كان انت، يناديو وبكل حس عالي. نحب نكونوا المرة الثانية ولا الثالثة، ما نحبوش نعيشوا ونكملوا حياتنا وحدنا. أنا مانيش من نسالي تقسم، لا ما نقسمش، لا ما نقسمش، أنا كيف كرا ولا ما نقسمش بالموت، عندي القسمة. لكن أنا نفسر لك علاش صارت الظواهر هذي، وأنت ليك تحب ولا تكره. الراجل كي ما توفرلوش خدمة وما توفرلوش شهرية وتوفرلو قانون يقمعو، حتى سيكسوالمون باش يولي ما عادش عنده مردود به. سامحوني ويتقفل لهنا القوس، وهذه كلمة حق لازمني نقولها، عجبتكم فبها، ما عجبتكمش زبيوها وما تعملوهاش، لا أكثر لا أقل. هذا أنا اللي نشوف في الواقع، هذا اللي عايشين واحد. من كوتي، نحن حكينا في موضوع من كوتي، في نواحي أخرى برشا، في الراجل اللي يضرب، في الراجل اللي ما يصرفش، في الراجل اللي يهمل، في الراجل اللي يجيب ويلوح، هذوما كل القانون يصفيها معاهم، ماحناش بهايم، قانون راهو عنده عين تغزر، شكون ظالم وشكون مظلوم، لا، أما أنه نكبسوا ياسر، نكبسوا برشا. اعتبار المرأة كي تبدا معرسة وطلقت وعندها شهرية قوية وشهريتها باهية، ما يجيش الهم كله على الراجل. سامحوني شوية انت وشوية الراجل، احنا هكا ولا هكا نسي تونس تصرفوا على صغارنا، لو عنده الراجل ولا ما عندوش حنين نصرفوا على صغارنا. لكن نحكي على الإجراءات القانونية صارمة جدا، نعرف لحماية الأسرة ولحماية الطفل ولحماية حقوق المرأة كل معاك هذا، لكن شوية رأفة قليلا من الرأفة للرجل، ونغزر له هكا بعين الرحمه شوي. عملها كيما سلفت الاخرى لا فرشي. والله يا ساموره حتى الرجال مش ناقصين، مساكن ستوى اغلبهم يخدموا يعاونوا دار مشروع وصغار الله منها معاك، ونحكي في الموضوع زي عندك الحق بالطبيعه، لكن نحكي على القوانين اجراءات ما بعد الطليق، مش نحكي على قبل الطليق. واضح كلامي وين بريسيزي وين بالضبط النقطه اللي نحكي فيها؟ اللي القوانين اللي صايره في الطليق خليك برشا رجال يخافوا من العرس، وخليك نسبة العنوسة تتفاقم. هذه حاجة لا نجم نفهمها أنا لا أنت، لأن نحن لنا علام اجتماع
ولا ما اجتماع ولا انا رجال ونساء قانون، فما نجموش نسق ما بين هذا وهذا في قانون. معناتها كي نقحوا القانون هما يعرفوا كيف ينقحوه، هما يعرفوا عباد تقع مرة الكل باش تعرف تنقح القانون وتضمن حق الطرفين. فهمت انا الكلام هذا اللي نقوله بتدخل باش يسلطوا الضوء اكثر على الناحية الظلمة اللي من غادي اللي ما يحكي عليها حد واللي هي موجودة برشا. لكن انا ما نجمش نقول لك بدل القانون هكا واعمل هكا، لانه القانون اللي معمول هو مدروس باش الاسرة، باش لحماية الاسرة بريتو ولحماية حقوق الطفل. فهمت واللي باش انت راك مش مسيبه بنت الناس ومش ما تجيب الناس صغار وتلوحهم، اجو كون خطو تافي معمل لي عليه القانون في الحكايه دي. لكن نحسوا شويه حتى راجل نغزروا له مش هكا وهكا. فهمتوا البنات عليها واحد فيس عمل فيقس احنا نشوفوك. والله ما نجمش نقعد اكثر وماذا بيه ما نقول حتى حد خطني مش في صح كونترا ونروح. قعدت نهارين في الوتيل وروحت بالضبط، زيد جيت في النهار في الليل من غدوه بنت بعد غدوه روحت. فهمت صححت الكونترا، عندنا غيونيون في صفيق مع ليكيب نتاع الخدمه، قعدنا نخدم خاطر عندنا فكره جديده حبينا نلانسيوها و فوالا سي تو ني موني بلوس. معناتها ما جيتش باش كام سي تو نين اللبسه وكان موجوده في ستوري عزيزتي. سمر عمري 40 نحب نعرس فديت من العزوبية. عندك الحق بابا الغالي 40 باهي العمر ان شاء الله تلقى بنت الحليل. هاو عندنا طالب زواج بربي باش 2019 كان ثم طفله تحب تعرس تتصل بي. يطلع يتمنك عن سي قولي لي، يطلع يتقاح تخلل هنا لللايف باش يصطاد البنات قولي لي تنقول لك في طن فصح. فهمت شنو كانك سيريو عندنا احنا من جاش صوره اللي تحب تعرس. اكلت ماكله سفقسيه واه انا مش غادي باش ناخذ ناكل مرقه سفقسيه وخذي وكليت بازين و... ايوه ماكله سفقسيه اللي يعنى علي في بالكم بنات لي انا في سفيقس طلعت معروفه اكثر من تونس. دخلت القهوه تاع رجال عارفوني في الشارع العباد تعرفني ومحليهم وقد يشفقوا بيا يا وليدي شد خلص حتى حد ما يحب يخلصوا. لا يحبوا يخلصوا ولا يحبوا نعملهم تاج زوز عايش اختي اما لا مشيت شريت تبش عطاتني بوت وتالون طفله قالت لي لا لازم تاخذهم انا نحبك يا بنتي راني انا مانيش باش نتاجيك. لا ما تاجينيش سمر هكا كادو من عندي خاطر انا نحبك. مشيت للوتيل اقسم بالله لا طلب مني حتى شيء وحدي عملت هالتاج هاو اهبط سمر نبدلوا لك قبل ما نعمل التاج عملوا لي الفاز هذيك كترحابا حبا فيا. معناتها انا اللي يحبني نحبه انا مادام لحست ثم حب كبير من السياقسيه حتى نحبهم برشا من اي ولايه. انا راني ما نحبش جماعه الجنوب تحسني من حازت لهم شوي اما راني ما عنديش مشكله مع حتى ولايه كل نحب الناس كلنا حتى انتم عندكم البازين ما نعرفوش نحن عندنا توانسه عندنا البازينه. شنو هي الحل في الراجل اللي شنو لي سفيقس الكل نحبوك ربي يفضلكم يعطيكم الوقت. طيب احلاها كل الولايه والله انا زرتها لثاني مره في حياتي في شهر واحد في حياتي ما نعرفهاش. مشيت للجنوب لكن تعديتش على سفيقس ولايه عجبتني برشا ناس دافين ناس ما عندهمش برشا مشاكل ناس كل تعرف بعضها تهبط تدخل لحل السفيقس الناس تسمع بيك بدي دخلت تحس عنهم واحد ويقفلوا تورود الو فلان دخل ما احلاهم سليانه مشيت لها محلاك البلاد مزينها معناتها كنت تدخلها تحس روحك في تونس تونس هكيك كما كانت ليس كما اصبحت. سموره الحب قديش نحبك اجا البيجا مود من بيجا عمري ما مشيت لها اما نتمنى تبعثوا لي مخارق ومتاحة عمري ما لي تبن اصلا المخارق يجيب لك بيجي من بيجا بالحق عمرك ما ذقت كيفها او في تونس تقول لك مخارق بيجا اللي يجي من بيجا وحدها بسم الله تبدا نحب برشا المخارق نحبها تونس كلنا راهو الولايات والله نحب الناس كل والله وبالعكس انا حتى كي عبد يقول لي مين ما نحبش نقول كل الجهويات ما نحبهاش هذيك من تونس منين دبر في ربي منين من تونس وكاو علاش كيفاش نقول لك منين باش تحبني ولا باش تكرهني من تونس وكاو اللي من صفيق اسمه من تونس واللي من جندوب اسمه من تونس واللي من سريان اسمه من تونس كلها تونسي مني باش نعرف انت تابعه انا جهويه باش نسلط عليك العقليه الجهويه ونسلط عليك الاحكام الجهويه اللي انا تربيت عليها وتزقيت بها في حين مشني قايلت لك مني اقعد هكا تونسنا قداش من ولايه انت احنا في الجزائر 58 احنا اغزر باش ما تضحكوش عليا 26 يا 28 احنا مش 28 يا 24 26 يا 24 ولايه 26 ولايه وزيدوا بيان سور الكيف عندي برشا صحابي من الكيف فمن عمري ما شفت الكيف اما برشا صحابي من الكيف فلامينغو كوكوبيتش اي غار الملح فلامينغو كوكوبيتش او كوكوبيتش مشيت له في حيطه كله في الراس قداش فرح بيا كالراجل كي مشيت كثر خير والله جماعه غار الملح قداش طيبين زيد
سمارة أنا كنت مخطوبة وبطل هو على سبب تافه كب سعد وبطل هو على سبب تافه وتو رجع يحكي معايا في السكس يا وخيتي قدي ماهوش راجل يا رب يعني نعاني مسيك البنات يا ربي بنات بلادي راهم تعبوا برشا راهم تعبوهم الرجال يحبهم يحبوا كل شيء تو يا ربي نحب نقول الكلمة كما هي أنا كيفاش تو تريش بكش الراجل بطل على سبب تفهم بعد يمشى يا من انتيش لابسة تو بأس بأس يبعث لها في تصور مشي ولا بد قامت الأخرى إذا إنسان مش ولا بد إذا تبلوكي وتبزقوا على وجه بربي بعث له بزقة في فوكال والله نحكي معك بالرسمي أتعم تعشني تعم تخطب في مشوار تبزق فيها أسمع كلامي أنا عايش أختي تبزق فيها هكا وتخلي البزقة مكشكشة سامحوني يسر تعيين في الباز مش تبزقة تضرك قطرة الماء طبطها بالكشكوشة ظهر بزقة كوا تشبكو كي بزقة مخمخ خيط مخنجي نخملو في وجه وعملا في بابي مشوار صورها وحاجة اختي بجي يا ربي بجي يا ربي عملو فوق هكا بجي يا ربي بعض الفوكال بعض امزق بعض بعض الفوكال والتصوير يبدأ تحت بعض بلوكي جينويل جي كل طحان طحانة شبيك يا روشا راشا تفاجئتي ياسر الأميرة ليه الدورة شبيكي بخبرك عايش اختي لا والله بكليت حوت مالح وشرموله سفيق الشرموله شرموله سفيق سي قطيتها من قبل نحبها ما مش ديما ديما لا مره في الفيلم نشتهيها وحوت سفيق سي لا ما كليتش الحق طب مره جايه مره جايه تو نرجع تو نرجع راجع خاطر عندي اجتماع كل شهر ماشي مره في الشهر لازم دي الوغ ارجع لنا لسفيق نقابو والله كنت نجي لك الاكسبو تاع سفيق سما وخاتي تلهيت وبخلت ما يبعده ياسر راك سفيق فهمت وانا عندي البخل اما تم برجولة تعرف نهار برجولها لما في صفيق سنوياكم قالوا اكسبو قالوا نامي نتلموا على بعضنا مش نقعد ونحكي ولا ما نعرفش نعملوا لايف اون لايف كلية هنا هاو اكسبو هاو يهبلوني صور لي ستون هيدا صور لي هيدا صور لي يا رسي وجعني لها بنقعد نحكي مع العبيد تنظموا لها والله كان ثم اجانس صفيقسية نجيها وما نحب حتى فرنك جوست تنظم لنا ايفينمون انا وجماعه صفيق نتقابلوا بداو خاطر قراب للجنوب زاد جماعه الجنوب يجيو بحذينا كلموني كان هكايا بتيت خلاص العام شخوكم راس العام عاديو مع بعض اش قولكم مش بي تقعدوا في الديار تاكلوا في الجاتو ولا تخرجوا تسهروا واش بخير مني انا نقعدوا نحكيو قطعوا الريشو والله نحكي في مشاكلنا تاعنا يعني برشا مشاكل نعملوا قاعده هي بيدا الوغ سمورة بعد فازت شي همك يا سمارة جيوك برشا جبورة حنا جرابة صافي بربي شي تحبني نعمل شوف ميسيلش ما نقولش انا جبورة كلمة جبري نقول على الانسان اللي مش متربي هذي كان عايت له جبري يعني. مش الجبري بالمفهوم التونسي يتكلم بالقيلة ولا ما خيبوا المفهوم هذيك ها ثم برشا مفاهيم كان كل واحد فينا يصلحها مع روحه مش لازم يصلحها مع غيره مع روحه جبري مش يقول جي جبري هو الانسان اللي مش متربي وما يعرفش يتصرف هذا اسمه جبري مش انسان كي يتكلم بالكي نقولوا عليه جبري وحدك هكا بينك وبين روحك ثم برشا مفاهيم صلحتها مع روحي يعني. كنت نقولها قديش كنت انسانه قذره كي كنت نقولها كلمه بايره ديما نعاتب روحي بعد ما نقولها قول كيفاش انا مراه وقول بايره وانا والله نقول فيها كيما ربيوني تتقال ما يربحوش اللي غير ربيوني فهمت ما تقولش بايره سمره قول المراه اللي مازالت ما عرستش ما اسمهاش بايرة أمال ما اسمهاش بايرة اسمها مزالت ما عرستش ما اسمهاش بايرة اسمها ما اسموش جبري اسمه مش متربي فما برشا كلام يوجع شعب كامل معقد منه حتى ولو انت تقولوا في كونسيبت بلطف وانا والله كي نقول ديما ما نقصدش إهانة للشخص في حد ذاته معناه كلمة تربيت كيفكم نقول فيها قلتها مخيبة نعرف مخيبة ما نحسش بروحي نقول فنقعد بيني وبين روحي سمارة بدل سمارة بدل انتي بدل انتي كل واحد يبدل واحد وروح بدل حد بدل روح يزم البص مقبح وخيت يا مصخ يا جبري يا خامج يا شايت اللي كنصونك منقوب
خيط يا خامجة خيط زيد الطرابلسي خيط قد مني قبيحة جنوس بادو ديغسا خيط قدكش معفط خيط ولا معفطة ولا مصخ ولا مصخة ولا خيط بربي أبانا سبوه لولولولولولو مش مسايبتك سينياليوه كريمو إجاني لهنا تنقول لك كيفاش تعملوا عليا بزي سينيالي سبخوفيل هاو من الأخر خافة مش حاجة أخمج من الكلمة اللي قالها إيش بس ما صح حاجة خيط إيش مش خاطر قالها لي خاطر جملة ذيك خايبة برشا ما حبيش ياسر نحسها مسخة أما توقفوا لي الكومنتير باش نشدوها وقف الكومنتير بربي وقف الكومنتير باش نجم نطلع نشدها ولا نشد سامع شاش من فسخة وطاو الكومنتير بربي سينيالي لو بروفيل لحظة أو شو نعطيلكم إبانكلي لكم أما يزي من الكومنتير عايشك وقفوا الكومنتير لحظة باش نجم نشدو يكتبوا ما إلسان فوت لحظة ليه ليش هاي زي بشان ما تقول إنه يقول له وشو واحد وقف الكومنتير وقف الكومنتير وقف الكومنتير أمان لحظة بركة نشدني منيش مسايبتك دي نمك كي نعرف اللايف يقعد فيه واحد برك تنوريك شو معنى تدخل الجملة ديك بحجابك أو شو مبيتك عليه الليل انت يخرج الساعة شكون هذا بلوكي منسي ولا شو اسمه ما عجبنيش كومنتير قول هالكلمة كما هي سماء انت المسكينة مش لبنية اخرج بليش تصويرة بليش حد ساي وجيت استوعز على نميين استنى شيء والله لا تفهموني ولا عمركم في حياتكم نجمتوا تفهموني وقف لي كومنتير عيشك ضاع فكنا شو ما حد ينجم يماركيه لي وكهو ضاع حشي معايا كهو صح علي كان ورجلي عاود يعمل كومنتير اخر والله ماني مسيبت وياه اش بيه يغلبني هو ما غلبتنيش الدنيا باش يغلبني هو انتم يكتبون اللي هو جمع فوق ينجم يفسخ لي كومنتير يا جماعة اوف خرج خيط مزيت لعبيت بولاكا في اللعبة خيط طرابلسي زيت مش هكاك كاتب اسمه طحان ينجم عامل ابو العلي مادام ينجم يفسخ الكومنتير كانوا راجل مش راجل ما هو كان مرا ماهيش مرا وشفتهم الجوباني برشا اللي سبوا راه يظهر لي لهنا الليله نطيب له جعبه بالسينيال ربع ساعه نطيبه مثل انستغرام حاسيلو هو طرابلسي زيت لسقة بعضها تعملوا طرابلسي بالاس طرابلسي اس اي زيت لسقة كل بعضها تعمل طرابلسي زيت لسقة كل بعض بيه محليك مبردت لي على قلبي كان انت محليها امك ربي فضلك عيشك وفضلك ما عندك بربي عادي واحد يحب واحدة نهار كل يحط في جيم على تصور البنات على انستغرام عارف صغار ذينا ما نحبوا بقى انا صغير راجل كيما هكا ما نتحملوش تنجموا تقولوا تافه تنجموا تقولوا سمره مخها صغير لكن انا شنو انا قاعده بحذاء ولا 24 ساعه في جامعه على البنات كيما عاجبين البنات ما نخليني يشبيني اش نقص معناتها انديريكت ما مش ما نمليش العين انا هذا شنو نقص ما نمليش العين برا شوف كنت ما كاعش قاعده مع ذا الفرق ما نقبل شيء ما تتقلقيش عمري والله ما يستاهل ليه مش تقلقت حبيت نسيالي حبيت نحيوك حبيت نحي من الانستغرام سمارة كيفين نجم ناخذ قرار قبل ما نعرس ونحصل ام والشمطة برشا وصعيبة على الاخر صلي استخارة بحق صلي استخارة سمورة انت تحب تحرق انصحي بليز انا نحب نحرق لطف على اخويا يا وخي طرابلسي زيادة أو كتبوه ريم أو كتبينه طرابلسي زيادة لا يتقى بعضها طرابلسي زيادة لا يتقى بعضها طرابلسي اس اي مش دو زيس خاطر هو نورمالمون طرابلسي دو زيس خاطر انتخ دو فويل سا سو برونونس اس anyway المهم طرابلسي زياد اس واحد سمارة نحبك برشا أنثى سمورة نحبك عيشكم بني طلعينا
كيفاش نطلع خويا؟ قول لي شنو تحب تحكي نطلع خويا. واو تفتق سوسو لما زين تاع انا كريستينا مونتس دي اوكا عجبتكم. الو غنوت اخ نحط اغنيه انا علاش جبتو هذيك مش باش نغني هنا لكم حاجه مزيك ما نعرفش تو و عارف فيوش انترنت نابل انا نحب نشري دار تاع صيف في نابل مثلا في التصيف تعجبني نابل خاطر كالما فيش برشا جوج خشي فاش تتفرج بنتي انا تتفرج في الانمي والاندومي بنتك نور قد بنتي نورمالمون راهي يقد لا مزيت ما راحتش سمورة اختي الغالية توحشتك اسطنبول وتركيا كلها توحشتك وقتاش جينا ان شاء الله باش نطول بعد راس العام ولا في راس العام عندي دو ديري تونسي خير ولا جزائري هاو قد فيه التليفون ديجا هو هذا شبيه الايباد تاعك لقوا تفضلك انا راني بوجهي نغزر لك انا مولاتك حل انا 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 سمارة حل يا بنتي بنتي كل حاجة تحط عليها يدها تهلكها كل حاجة حطوا تزيري والله انا تم اغنيه شيختي دا هاي عجبت هاي يا راهو شباب وتيت اهلا بارب شباب هاي نانينا شباب هاي تهلا بارب سيتا سيتا ديرك امور صافي بليزير حتى انا عمري ماذا بيا من الله غلب سي با فاسي عندي وحده عزيزه عليا عندي وحدة عزيزة عليا ديرك أمور صافي بليزير صافي بليزير قوم الله غلب عندي وحدة عزيزة عليا
زينا من الهم، زيني من الهم، حاب نعمل جو وانا. نصبوا الغنية كها سمورة وش هو الحال الشيء بالمبكر؟ والله لا نعرف ورسخت لي دون عن دكتور هيفا دكتور ريم صايبي سمحوني وشفتهم يضم هذي اسمها رابن ستايل هاي رابن ستايل رابن هوليوود سمايل هاي رابن سمايل معناتها ضحكة الأرنب خاطر يبدأوا يضم أطوله ألوخ أنا تو باش نعمل تاع السنجيب يضم باش نعرضهم شوية ولي وأعرض نعمل ولا عملت قامت لكم السونداج بربي جابوني في السونداج بربي عادي واحد نقلق انا من السنين كل عامين عام ونص نقلق وش نعاودوا من كل راوة باش نعاودوا هما زوز بركه باش نبدل شويه ديزاين ولي اعرض شويه باش الضحكه نتاعي تكون بريئه اكثر ولا هكا اتيرونت اكثر حط لنا غنيه توحشتكم ما نكذبش ارزينا شويه على العبيد ارزينا شويه معناتها حلوه برشا ما نتاع واحد يسمعها وحده جرب عادي سمش نجرب بينما كل بعض ما تقولوا لي ليش نعمل ما تعرفين قد ايه زعم عملية تجميل الأنف ما نعرفش والله خشمي لاني عاملته والله في وجهي عاملة كان جولاي أما ما خطر أقول لكم أنا عاملة شفط وكل وعامل معاودة صدري فلا عميد كل كل كانت كلها معاودة والله لنا والله لني عام أما نعرف لي دكتور جمال بيه في الخشم صمايا يا أخي كنت طابت في فيديوهات مع راجلك في تركيا وكان سمين هاي شكون راجلي سمين هاي بصحتو راجلي حضرتك بصحتي حبيت نسألك عن الحب سمورة الحب مازلت تفكر يا ميت دينيس الحب شو أنا كل إنسان حبيته نتفكر عمري ما نسيت أو ما عندي على أساس أنا نكره ديك سوف فجيتو البارح واحدة والله طلبتني في تركيا مش طلبتني معناتها بعثت لي مساج وقريته ثم ممثلة تركية هو أخذني عليها دينيس أنا مشيت لتركيا على روحي ما قلت لكم قابلته في البواطة فمتوم البواطه وقتها طول قال لي نعرس يعني احنا باخذ عرسه بعد 4 شهور اما هو قال لي طول نعرس وقتها كي انا قلت له شبيك تحب تاخذني اخي انت تعرفني قال لي اجي نوريك علاش في البيت اللي في نتاعو هو في وسط البواطه عنده هكا كيما الجناح صغير فيها كل شيء نتاعو كي حل الباب قال لي اغزر غزرت لها تفجعك ممثله تركيه نسخه مطابقه الاصل عليين قال لي هذيك انا نحبها ياسر الممثله هذيك ونتمنى نلقى مرة تشبهنا يا باكي راني طول وقتها حبي خدمتي معناتها الحياة كلها صدف راي فما حتى شيء معناها فما حتى حاجة واو في الحكاية فقعدت نتفكر توم بعد نحط لكم تصويرة هالممثلة خاطر علاش خاطر وحدة تونسية تحوس في تركيا ماشية في الشارع عرفتها تفجر قالت لي سمارة اسم الله شو الممثلة التركية دي قد تشبه لك قلت لها نقول لك حاجة هذيك هي اللي خذاني عليها راجلي التركي قال لي تشبه لي باش ناخذ نسيت اسمها اسمح له برشا هي أما هي كبيرة في العمر طبعا. اما يعني ما ممثله تركي كما كانت كما نقولوا احنا عندنا سعاد حسن هيك معروفه هي ما توا مره كبيره في الواري بلون طلعت تحط لكم تصويره ما نجموش نحطوا تصويره هنا في اللايف حنين لا ما نجموش لا لا الراب هذايا اللي عايش خويا عايش خويا لا لا ها ها مسكت عليا ما نحبش عاد متأزم شنو تحبوا تسمعوا هذه الحياة سمورة ذكريات قاو كل نعيشوا الحاضر ونتأملوا الجاي خير قاوي متاع الحب قديش سمارة ب 123 دينار أو ب 125 دينار أو ب 120 دينار والله لا نعرف ما يفوتش 125 ألف زوز جيل لي طوايوغ 100 مليليتر وكريم زادة كبيرة تشد حتى شهرين ثلاثة الكريم
والجلبة تتخيف قبل. تعجبني في حاجة، طلقت الأول والثاني وراسك مرفوع، عشت ونجحت في حياتك وبعثت الناس كل بيان سيغ، وباش نزيد ناخذ الثالثة. نعرس أنا ديما نعرس القلق، ما نتعقدش، نقعد نعرس ونطلق مع صقر نلقى الرجل المناسب ما يمنيش، وبالعكس ما يقلقنيش، وبون بليس فرحان بيشك. ما عنديش كومبلكس انا باش نقول راني عامله عمليه تجميل، ما عنديش كومبلكس باش نقول كلمه زايده قدام العباد الكل، ما عنديش كومبلكس باش نقول راني طلقت وعرض، ما عندي كومبلكس في حد شيء، خاطر حاجات يصيروا للناس كله حاجات عادي، معناه ما هم مانيش راه فيهم حاجه كبيره، معناه كان على كلام زايد الناس الكل تقول فيه ماهوش حاجه باهيه، لكن هذاك اللي موجود كان على التجميل بيان سور. ما هي برا محليه انا بزز لي تيح وانا نخليهم هكاك يتشغل بري انا نايكي مادام ثم عايش اختي امانه تقدم نعمله ونعاود تعاود نعمله، فهمتي معاه تكذبي خاطر ما عندكش فلوس ولا خايفه تعمل باش ما تعملش العمليه خايفه مرعوبه تضرعشي. اما قليل اللي يحب الناتوري، كان الناتوري حلو احلى منه ما فماش، اما كانوا هو حلو وتهلك ولا هو خايب ونحب نحسنه، فما حتى نقول بالعكس نتفخر بها الحكايه. اون بليس كل حاجه نعملها تنجح تمشي ستازي، لين اصلا كي تراني ماشي في بالك اللي عملت ما نعمل، وبالعكس في بليزير محلاني اكثر من قبل. يعني انا قلت لكم ديما عندي دوز اوبجيكتيف في حياتي، تزيدوا فلوسي ونزولي أزين، هذاك هو الزوبجيكتيف اللي عندي، ما عندي هاني ما عنديش انا زوبجيكتيف اخرين، هذاك مخيش فيه من الصباح للي قداه زادوا الفلوس وليتش احلى من البارح. ما يهمنيش العباد اش عملت ولا اش يقولوا، اخر همي في نامي ما يهمني، مانيش راه فيهم كريمه والله. انا محليني منطقه ما وكها وبك نفرح، انا نفد كي كي روحي سبابا ولا نحس مثلا روحي طفيت ولا نحس روحي ما عادش عندي فلوس، هذيك هي وقتها انا نفد ونموت وتصير لي ازمه نفسيه وكل، والله لا يوريني الناس تو مريتش وربي ما خليها بيا حتى مره، خاطر يعرف قداش انا قلبي طيب وقداش انا نحب الناس، انا نحب الناس برشا ونحشم الكذب البنات، ما نحشمش الكلام الزايد ما نحشم كي نكذب، نحشم نموت كي نبدا نعرق هكا العرق يبدا هابط عليا كي نبدا نكذب، نحشم كي نجي لعبد ناكلو حقه، نحشم كي نتمنيك على عبد نبدا نقول له باش نعمل لك حاجه وما نعملوش، نحشم كي عبد يسالني فلوس، نحشم باش ندخل لدار ونعرف اسرارهم ونخرجها، نحشم كي نبدا انا كل بغا تخدمنا عام وعامين وبعد تعاركنا ونخرج اسراره، نحشم كي نحشم 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 من برشا حاجات برشا عبيد ما تحشمش منها وتعمل فيها، انا نحشم منها برشا. اه بتاتخ ما نحشمش قبيحه، انا ما قلتش مانيش قبيحه، اي قبيحه اي جو لاسوي كاو، لكن انا فرحانه بروحي من برشا حاجات، انا نعرف المعدن نتاعي ونعرف روحي طيبه برشا ونعرف روحي باهيه برشا، اه وي قاسيه اي قبيحه اي ساعات نكون متجبره كريمه، لكن هكا هاو انا مره واحده لازمني ناخذ حقي، كان شي خراو عليا يبولوا عليا ويركبوا عليا ويدردلوا ساقيهم، لا لي انا الشيء هذاك ما نجموش، انا البدايه وسقيه وبسنيه وبضوافي نخبش لين اخر نقطه في بدني، ما نحبش كون يتعدى عليا، نولي خايبه برشا وشريره ونضمر الشر وحتى انا شواطني في جيبي ونعاد نجم حتى عادي نعمل لك عمله مش صحيحه، المهم نشوي كيما شويتني كي تبدا حاجه تستحقها، ما انا 90% من الحاجات مزاتي يعني ما على باليش تحكي عليا بالخايب ولا مثلا تتهم فيا بالباطل جو مفهوم جزاب جزاب، هذيك هو الفاتوره نتاع انك انت دخلت على السوشيال ميديا، هذيك هي الحرب ولازمك تفهم، مش تسيب الدنيا نقعد انت حكيت عليا عرفش نعجبك، انت حكيت عليا عرفش نعجبك، انت حكيت عليا عرفش نعجبك، كبر عليك عاد ما نعمل لا عاد ما نعمل لا شغل نجاوب فيهم حتى ليش تعودني كل واحد بروفيل وتيح لقيت شمعة تيح تيح انا ظلم متشبه للجمر بسم الله باش يدفع لي اللايف تو حتى انا تعبت ما عادي ما نحكي وانا شديت لي وما حبيتش نفك قعدت فوق الكرسي هذا ترمتي لصق في الكرسي نجبد من المخابر نحط في الجيبيه فهمتش انا كيفاش تحملوني ساعات انا ما نحملش روحي يعطيكم الصحه فاش تعانيوا مني وكهو نحبكم برشا تصبحوا على خير